وأرتاح للبرق اليماني كأنني له حين يبدو في السماء نسيب، وأرتاح إن ألقى غريبا صبابة إليه كأني للغريب قريب. هنا يتمازج الحاضر بالماضي، هنا بدأ التاريخ الإنساني والحضاري. فسيفساء الطبيعة البكر وتلونها، وسحر الجبال التي تعانق السماء، وبهاء الكثبان الرملية المتحركة تلتمع تحت وهج الشمس، والخضرة الدائمة وشلالات الماء النمير وحبات البن اليمني تدعو زائرها لطقوس القهوة المرة، عنوان الكرم وإكرام الضيف. تلقاك صنعاء مفترة الثغر، رياضها تبتسم للزائرين، تختال مزهوة ببردها الأخضر الموشى بجمال طبيعتها وطيب مناخها وطيب أهلها، كل ما فيها رسمته يد الطبيعة بريشة مبدعة وساحرة. هذه حضرموت، فيها قبر النبي هود عليه السلام، تطل على البحر وتجاوره، وفيها بقايا لمدينتي تريم وشبام القديمتين وبئر برهوت. الحاضر يحاكي الماضي، وأعماق البحر تخبئ أسرار الشعب المرجانية وتغري زائرها برحلة إلى الأعماق، وقلاعها الأثرية تروي أساطير وحكايات الشعب اليمني المتجذر بأرضه، كهذه الجبال الراسخة وهذه القلاع والأوابد التي تتحدى الأزمنة. تطالعك حيث نظرت صورة بلقيس وعرشها وجمال مملكتها التي ذاع خبرها في كل مكان، إنك وجها لوجه أمام أقدم منشأة هندسية في التاريخ، سد مأرب العظيم. أصغي للحجارة وهي تبوح بأسرار الماضي الغابر، وتتحدث بشغف عن أقوام وشعوب تركت بصماتها على كل مكان. إنه تاريخ لمن ساهموا بصناعة تاريخ الإنسانية. واحة من الجنان السبع تشاهدها على أرض اليمن السعيد، إنها مدينة عدن. المناخ اللطيف المعتدل على مدار الفصول يتعانق فيها الساحل مع الداخل والجبل في حميمية نادرة تمنحك الشعور بالدفء والسكينة والارتحال مع الماضي على متن أجنحة الحاضر الممتد إلى المستقبل. طبيعتها تسر الناظر وتريح النفس الطواقة أبدا إلى المعرفة والتواصل مع الجمال. اليمن كله موقع أثري جميل ينتمي إلى التاريخ الموغل في القدم، فحيث يقع النظر تتلقاك الأوابد والجبال البكر والطبيعة الآسرة والبيوت التي تنتمي إلى عصور غير عصرنا هذا. كل شيء في اليمن يحمل هوية الماضي، رغم أن المدينية والمعاصرة بدأت تزحف إلى الشواطئ والجبال، والحداثة بادية للعيان في القطاع السياحي، حيث تنتشر الفنادق الفخمة والمنتجعات الشاطئية والقرى التي تشكل عوامل جذب للزائرين والمهتمين بالآثار والتاريخ والتنوع المناخي والجغرافي والبيئي الذي قلما تجد له مثيلا إلا في بلاد اليمن السعيد. لابد للزائر من جولة أفق في الحديدة والمكلا وسقطرى وإب وغيرها، حيث تتنوع المشاهد الآثرة للعين وللنفس من قلاع أثرية ضخمة ووديان تتباهى بالخضرة والشلالات العذبة، والجسور القديمة تربط بين مكان وآخر تستقبل القادمين والمغادرين، وما زالت باقية على حالها منذ قرون تتحدى الأزمنة. أسواق المدن الرئيسة في كل اليمن عميرة بكل ما يحتاجه الزائر من عطورات وحلي
وقطع تذكارية من صناعة يمنية أبدعتها الأيدي الماهرة المتقنة والعين المدققة والعقل الخلاق. فتنتشر بين هنا وهناك صناعة حجر العقيق الطبيعي والفخاريات والخزف والملبوسات الشعبية. وأهم ما تفاخر به الحرف اليدوية في أرجاء اليمن صناعة السيوف اليمانية الذائعة الصيت منذ القدم وصناعة الخناجر، حيث يفاخر كل يمني بحملها وفي كل الأعمار، حتى ارتبطت باللباس والزي الشعبي لكل اليمنيين.